وإذا لم يكن الإنسان ممن ينظر إليه فرفع ثوبه إلى نصف الساقين في البلد الذي يستغرب فيه هذا، وتحمل كلام الناس وصبر وعلم الناس بالكلام الطيب أن هذا سنة، ما لم يعلم أن هذا يجر إلى سب السنة، فهذا شيء طيب وفيه إحياء السنة وليس من لباس الشهرة. واضح يا إخوة؟ لباس الشهرة لا ينطبق على فعل السنة الغريبة. فإذا كان الإنسان في بلد ما يعرفون رفع الإزار إلى نصف الكعبين، وهو ليس ممن ينظر إليه ففي المسألة مصلحة ومفسدة ونحو ذلك، فرفع إزاره لإحياء السنة وصبر ولم يعلم أنه يترتب على ذلك سب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أجر مضاعف له، فعل للسنة وإحياء لها بين الناس.